تعالوا نعرف مع حضراتكم ايه اللي ممكن نعمله خلال الوقت ده طبعا، والعاصفة الترابية اللي شفناها من خلال دكتور حسام حسني استشاري الأمراض الصدرية. صباح النور يا فندم. صباح النور، صباح النور على حضرتك، ويمكن امبارح صباح لا يخفى النور. على أحد ان شفنا عاصفة ترابية بتجمع بين الهواء والتراب محملة بالأتربة، كانت شديدة جدا امبارح بالليل. فعايزين نصايح من حضرتك، مرضى الصدر طبعا ومرضى الرب والمصابين بحساسية عامة ممكن يعملوا ايه، وكمان الفرد العادي الشخص العادي اللي لا يعاني من أمراض كمان يقدر ان هو يقي نفسه ازاي؟ بالظبط، احنا لازم نتكلم على حقيقة شقين، شق المرضى وشق الاصحاء. ها، بالنسبه للمرضى احنا لازم بننصحهم ان هم بيلتزموا بالجرعات الدوائيه اللازمه والبقاء داخل المنزل، ولو نسبه التراب زادت في الجو او هو ده يحس بالتراب يستخدم اي شيء مبلل ويحطه على الانف والفم ويتنفس من خلاله. دي اكتر حاجه هتقلل كميه الاتربه اللي داخله على الجهاز التنفسي. كويس، والالتزام بجرعات، والمرضى حسب الذات يلتزموا بجرعات الادويه بتاعتهم بصوره كامله، وان هو لو حس باي اعراض زي ضيق التنفس او حدوث ازيز او صفير في الصدر او زياده في الكحه او ان الكحه اصبحت مصاحبه بافرازات او ببلغمها، لابد ان يستشير طبيبه او يزود جرعات الادويه بتاعته. لان احنا عندنا كل البخاخات اللي احنا موجودين دلوقتي او دي استنشاء احنا بنسميها بخاخات ذكيه، يعني تستخدم عند اللزوم وتستخدم عند الحاجه. دكتور حسام، هنا يزود الجرعات من نفسه ولا يرجع يستشير الطبيب الخاص بيه؟ طبعا يفضل الاستشاره، لكن في الحاله اللي زي دي يسمح له بان هو يزود الجرعه، انه ياخد جرعه زياده عند حدوث الاعراض. كويس، لان النزول نفسه في نفس الجو عشان يروح لاقرب طوارئ او اقرب مستشفى تمثل انه يتعرض لزياده للاتربه. صحيح. كويس، بالنسبه للاصحاء، بنقول الاصحاء ان احنا عرضه في هذه الفتره من الاوقات لنزلات البرد، او اللي احنا بنسميها نزلات البرد، او اللي هي بنسميها احنا كاطباء التهابات الجهاز التنفسي سواء العلوي او السفلي. كويس، واحنا دلوقتي بقينا نشوفها بصوره كثيره جدا في الفتره دي. كويس، اللي هي العيان فجاه يصاب بكحه ويصاب ببلغم ويقول ان ده دور برد عادي. لا، هنا لازم ناكد على نقطتين. اذا اصبح البلغم ملون لابد ان يتجه لاخصائي الصدر او اقرب مستوصف صدر جنبه عشان يتلقى العلاج لالتهابات الشعب الهوائيه في الفتره دي. لو تكررت ممكن لا قدر الله تؤدي الى حساسيه مزمنه. فالوقايه الوقايه الوقايه، البقاء داخل البيت في الفتره دي جزء مهم من الوقايه سواء للمريض او صحيح. بشكرك جدا دكتور حسام حسني استشاري الامراض الصدريه، شكرا جدا لتعليق حضرتك طبعا وتوضيح اذا كان بالنسبه للمرضى او الاصحاء. المرضى زي ما قال دكتور حسام لازم يلتزموا بالدواء بتاعهم، وارجوكم ما تاخدوش جرعه زياده الا بعد استشاره الطبيب في يعني في أسوأ الحالات ممكن اصطيدلي، وطبعا وضع كمامه او فوطه تبلوها وتحطوها على مناخيركم. الاصحاء طبعا يحاولوا ان هم يتجنبوا ده عشان ممكن يصابوا بحساسيه مزمنه. شكرا جدا دكتور حسام حسني.